إلى هذا المنزل بصنعاء نزح قبل عامين المواطن فهمي السوائي عن قريته في تعز رفقة أسرته وطفلته المعاقة رغد، والتي شكلت حاجتها للعلاج والتأهيل متاعب مضاعفة له ولأسرته. الوضع مع دورة الأوضاع الاقتصادية وهذا زادت السوء، زادت الطين بلة، والآن يعني صرت لما أحلم بشيء أكثر من أن أعالج هذه الطفلة. صار حلم الوحيد أننا أقدر أن أعالج هذه الطفلة وأقوم بواجبي كأب فقط. ويؤكد فهمي أن طفلته المعاقة لا تحصل على أي دعم من أي جهة، وأنه غالبا ما يضطر للاقتراض لتوفير الأدوية لها، والتي تكلفه قرابة 70 دولارا شهريا. أي دعم أي جماعي، كل ما أقومه بوردي الشخصي فقط. لا صندوق قفت راتب سجن صندوق، قال لك أن البطاقة موقفة بسبب الرواتب أنا أقطع، لذلك المعرض مرة أخرى. يعني ما تحصلش على أي دعم أبدا، كل حاجة ما أقوم به فقط. هذا الذي قلت لكم. رغد واحدة من مئات الآلاف من الأطفال اليمنيين المعاقين الذين تسببت الحرب في عدم حصولهم على الخدمات اللازمة، وخاصة خدمات العلاج والتدريب، وذلك بسبب العجز المالي الذي أصاب الجهات المعنية وفي مقدمتها صندوق رعاية المعاقين. حيث تسببت الحرب والحصار المفروض على اليمن بانحسار الدعم المالي لمئات الجمعيات المعنية بدعم المعاقين، ما أدى إلى توقفها أو تراجع قدرتها على تقديم الخدمات لمنتسبيها، وخاصة بالأدوية والتدريب وإعادة التأهيل. الجمعيات ما وقفوش بالمرة، لكن خفت خدماتهم بسبب الظروف الاقتصادية وبسبب نقل البنك إلى عدن وعدم وجود السيولة المادية، خفت خدماتهم. ويتحدث مختصون في اتحاد جمعيات المعاقين عن تسجيل آلاف الإصابات بإعاقات جسدية بسبب الحرب الدائرة في البلاد. ما يقارب 56,000 قد تكون إحصائية أولية يعني للمعاقين نتيجة العدوان والحروب والصراعات اللي هي موجودة. الجهات المعنية وفي إحصاءات رسمية كانت تقدر عدد المعاقين قبل اندلاع الحرب بأكثر من 2 مليون معاق، تقول إنهم باتوا اليوم لا يحصلون على الجزء اليسير من الرعاية المتواضعة التي كانت تقدم لهم قبل اندلاع الحرب. مختار الشرفي، الحرة، صنعاء.